عمرو الدرديري، محمد الشناوي هيلعب مباراة الزمالك إذا كان عنده كورونا أو إذا كان ما عندوش كورونا كده كده هيلعب. ده الكلام اللي قاله عمرو الدرديري على برنامج زملكاوي مع خالد الغندور على قناة الزمالك، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة. ولكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل، يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جت في العرض. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره في فيديوهات صغيره. اول حاجه طبعا عمرو الدرديري على برنامج زملكاوي دلوقتي مع خالد الغندور بيتكلم وبيقول ان محمد الشناوي المسحه بتاعته الاولى طلعت ايجابيه، والمسحه بتاعته الثانيه ايضا طلعت ايجابيه، ولكن المسحه الثالثه هتطلع سلبيه وهيلعب مباراه الاهلي او مباراه القمه. ده اللي قاله عمرو الدرديري. معنى كلامه بقى ان هو كده خلاص هيشكك في المنظومه بمعنى اصح كلها، اذا كان النادي الاهلي او اذا كان اتحاد الكره المصري. طبعا هو دلوقتي بيقول ان محمد الشناوي المسحه بتاعته هتطلع سلبيه. طيب هتطلع سلبيه يعني انت كده ايه الكلام اللي وصل لك بمعنى صح، او ايه الموضوع بالظبط؟ انت قبل ما تعمل اي حاجه وقبل ما اي حاجه تحصل انت بتتكلم في نقطه ان خلاص محمد الشناوي كده كده هيلعب، اذا كان مسحته سلبيه او ايجابيه كده كده هيلعب، مع انه طبعا انا ضد انه يلعب لو مسحته سلبيه، ضد جدا وموافق جدا لو مسحته ايجابيه يلعب فما فيهاش اي حاجه. ولكن انت دلوقتي خلاص بقيت فاهم او بقيت متاكد ان مسحته حتى لو ايجابيه فانت بالنسبه لك سلبيه هو هيلعب، وهم اللي عاملينها كده. فدي المشكله الكبيره جدا اللي المفروض تتصلح. يعني مثلا خلينا محمد الشناوي المسحه بتاعته ظهرت ايجابيه، طيب هي لو ايجابيه دلوقتي ولعب انت هتقول انها سلبيه وهم اللي عاملين كده، فده شيء برضو انا مش واثق فيه جدا. في حين ان انا طبعا لو محمد الشناوي المسحه بتاعته طلعت سلبيه انا من وجهه نظري ما يلعبش على الاطلاق، ومش هايد اي راي يقول انه يلعب، لان طبعا ما ينفعش انه يلعب. انت ازاي واحد عنده كورونا وازاي انه يلعب؟ فدي شيء طبيعي، وانا اعتقد كده ان جمهور النادي الاهلي طبعا هيكون موافق على حاجه زي كده، وايضا جمهور نادي الزمالك هيكون موافق على حاجه زي كده. ولكن المفروض ان احنا نفهمه يا جماعه ان ما نسبقش الاحداث بالاشياء اللي مش كويسه. يعني مثلا ما نفضلش مثلا نتكلم في الحاجات اللي ممكن ايه تحصل او ما تحصلش هتعود علينا بحاجات سلبيه، يعني ما نفكرش التفكير السلبي بمعنى اصح. ده كان الفيديو باختصار شديد جدا. يا ريت طبعا لو عجبكم الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس.